القرآن على سبعة أحرف. النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف. الأحرف هي قراءات كان نزل جبريل عليه السلام بها على محمد صلى الله عليه وسلم وقرأ على أصحابه كذلك، ولذلك وقعت حوادث أن أحد الصحابة قرأ على وجه من تلك الوجوه أمام الصحابي آخر أنكر عليه وقال أنا سمعت الرسول عليه السلام يقرأ بخلاف هذا الوجه، فتنازع وذهب إلى الرسول عليه السلام فحكم لهما و يعني صوب كل قراءة من قراءتيهما وأخبر بأن هكذا أنزل. لكن كثير من العلماء يذهبون أن هذه القراءات كانت للتسهيل على العرب يومئذ باعتبار أن لهم لهجات مختلفة بعضها عن بعض، ولذلك فلما جمع القرآن وجعل عثمان بن عفان رضي الله عنه القراءة على لغة قريش فقط. الله أعلم إذا كان هذا، لأنه أنا ما أدري، ما كونت رأيا في هذه القضية، وإن كانت نفسي تميل إلى أن الذي فعله عثمان هو المنجى والمخلص من كثرة الاختلافات التي وقعت فيما بعد، لا سيما لما تجاوز القراءة السبع إلى القراءة العشر وربما أكثر من ذلك. وعلى كل حال ففي اعتقادي أن هذه القراءات في الحقيقة تحتاج إلى دراسة من جماعات من أهل العلم المتخصصين في القراءات، لأنني أعتقد أنه وقع في هذه القراءات من الاختلاف ما وقع في المذاهب الفقهية، فكما أنه لا يغنينا أن نقول في هذه الأحكام الفقهية وكلهم من رسول الله ملتمس، أو أن نقول الحديث الذي لا أصل له اختلاف أمة رحمة، ذلك لا نستطيع أن نقول في هذه القراءات المختلفة إنها رحمة إلا بعد أن نثبت أمرين اثنين. الأمر الأول ثبوت كل قراءة من هذه القراءات السبع أو العشر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن هذه القراءات هي شريعة مستمرة إلى يوم القيامة. النقطتان بحاجة إلى أناس من القراء الحفاظ المجيدين أن يحرروا هذه النقاط حتى يكون الناس على بينة من دينهم. وبهذا القدر كفاية هذا الحديث السلام عليكم. مرحبا. ما بتفكر يا هي النجدية هي؟ ما اني احبك يا شيخ، يعني حب لا يعلمه الا الله. الشيخ بحبك اجي عندنا عشانك. الله يجزيك خير. لانه لازم تيجي عشان ضيوفنا، فعلا عشان ضيوفنا. الله يبارك فيك شيخ. حياك الله. لانه كان في زيارة لبعض الاخوة موجودين اليوم، الشيخ اقرب. الله يجزيك الخير يا شيخ. كيف حالك يا شيخ؟ احمد واشكرك. اذا قبلنا قدماك اعوذ بالله مقصرين. لقد قف شعري بما قلت. لا يا شيخ. كيف حالك؟ الله يسلمك يا شيخ، طول عمرك. كيف عيالك؟ عمرك صالح. الله يبارك فيك. والله الحمد لله بخير.
كيف صحتك يا شيخ؟ والله الحمد لله بخير مرتاح ان شاء الله. بارك الله فيك. الحمد لله. التلقين يجي مع الشيخ تيسير بس صار الاتفاق بعد ما اثق معك ويتصل فيه فاعطيه خبر ما اتصل. مريت له على البيت ما وجدت فقلت لاهله انه احنا عند بعض طلع خليه الحل. في مخدر اساس بروده الجدار. شكل ورد الحديث عن الذهب منسوخة أو مشابه ورد الحديث عن الذهب عن الذهب الحليب يعني الذهب يعني يقولون بعض العلماء أن في أحاديث وردة عن الذهب أو الحليب نسبي أو الذهب أنه في هناك أحاديث منسوخة أو شاذة ناسخة صحة. هل هذا صحيح؟ هل وردة في ذلك؟ يعني حديث عارف عليه سؤال عام عن أحاديث الذهب تحريم ولا تحريم؟ لا في التحريم. ذهب محلق تاني يعني. جميعا.